نتحول إلى ملف إيران النووي، إذ قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن مساعي إحياء الاتفاق النووي مع إيران يجب أن تنتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة، مضيفا بأن الاتفاق يحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف. جاء هذا فيما استؤنفت الجولة السادسة من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا منذ أيام بين إيران والقوى الكبرى، ولا تشارك الوكالة بشكل مباشر في المفاوضات، لكنها استدعيت في إطار مواصلة عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية. جو تابت مراسلنا في واشنطن ينضم إلينا ليحدثنا عن فصول هذه المفاوضات والتأثير الأمريكي في هذه الجولة. طبعا فضيلة، صار واضحا بأن هذه الجولة السادسة من المحادثات التي تحصل في فيينا، والتي تقوم لجان فنية وتقنية ببحث ملفات تفصيلية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فهذه الجولة في الواقع يبدو أنها لن تفضي إلى أي تفاهم أقله علني. هناك تعقيدات بالنسبة للجانب الأمريكي وأيضا بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألا وهي أن طهران ما زالت تخفي منشآت أو تمنع التفتيش في عدد من منشآتها، وأيضا استمرارها في مسألة تخصيب اليورانيوم والرفع من إنتاجيته. إذن هذه كلها مشكلات أو عقبات ستحول في الواقع من رؤية تفاهم أقله قريب في الأسابيع أو الأسابيع القليلة المقبلة. هذا يعني، وكما ذكرت في المقدمة، بأن الأمور ستذهب إلى ما بعد الانتخابات الإيرانية. بالنسبة للجانب الأمريكي فهو أو الإدارة الأمريكية ترفض ربط التوصل إلى نتيجة بالنسبة لعودة طهران إلى الملف النووي بالانتخابات التي تحصل داخل إيران. لكن في الواقع ما تراه الإدارة الأمريكية هو أن أكانت الحكومة الحالية الإيرانية أم الحكومة المتشددة التي يمكن أن تأتي، كلا الحكومتان في الواقع لديهما مصلحة بالعودة لهذا الاتفاق، لأنه من دون هذه العودة لن يكون هناك رفع للعقوبات على طهران. شكرا لك جو ثابت في واشنطن.